مرحبا، معكم سهى من سهى's Dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير اللبنة أو اللبنة المقرصة أو المكعزلة. وصفة اللبنة أولوية بالمطبخ اللبناني وما منقدر نستغني عنها، منأكلها بشكل يومي وبأي وقت من النهار. إذا برادنا مليان أكل وما عنا لبنة منقول برادنا فاضي. هل قد هالوصفة مهمة بالنسبة إلنا وبالنسبة لحياتنا اليومية ونظامنا الغذائي؟ أتمنى تشتركوا بقناة سهى's Dishes على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهى's Dishes، تابعوني على إنستغرام. خلينا نشوف طريقة تحضير اللبنة. لتحضير اللبنة بالبيت نحن بحاجة لمكونين بس: لبن يعني زبادي، لبن اللي بروبه بالبيت، وملح. مكونين اثنين نقدر نعمل منهم اطيب لبنة بيتية. انا روبت اللبن من 3 ايام وتركت اللبن هالوقت بالبراد. افضل انه نستعمل لبن 3 ايام للاربع خمس ايام حتى اللبن يجمد وياخد شوية حموضة وياخد طعمته الاساسية. ما نستعمل اللبن فورا تاني يوم ما منروبه. فإذا هيدا اللبن أنا روبته من 3 أيام كانوا موجودين كل الوقت بالبراد. كمية اللبن الموجودة بهالطنجرة هي جلن واحد. واحد جلن من الحليب روبته بيعطيني هيدي الكمية اللي شايفينها. جلن الحليب يعني 3.78 لتر. أكيد ممكن نستعمل كمية أقل أو كمية أكتر حسب الكمية اللي نحن بدنا إياها. هيدي الكمية بتعطيني بحدود كيلو واحد من اللبنة. فإذا اللبن هلأ جاهز، بس رح نزل عليه ملعقتين كبار، ملعقتين طعام من الملح. طريقة تحضير اللبن كيف منروي باللبن رح تلاقوها موجودة بصندوق الوصف اللي بحب يتعلم طريقة ترويب اللبن. إذا بتحبوا تشتروا اللبن كمان حاضر وانتوا بالبيت بتحضروا اللبنة الشي بيرجع لإلكم. بس دايما وقت منروي باللبن بالبيت بيطلع لبن بلدي طيب، أفضل بكتير من اللي منشتريه جاهز من المحلات. شايفين اللبن كيف جامد؟ عم بيطلع اللبن بس روبه بالبيت بجنن. هلأ بس رح ضيف عليهم حوالي 2 كوب من المي. رح زيد 2 كوب من المي حتى شوي يرتخي اللبن، وهالشي بيسرع انه المي تنزل من كيس القماش، الكيس اللي منسقط فيه اللبن مخصوص للبنة. بدي يكون عندي كيس قماش بستخدمه بس لتحضير اللبنة. بعد ما اخلط المي واللبن والملح كتير منيح، هلا بنزلهم بكيس القماش. هيدا كيس القماش، كيس اللبنة بللته بالمي وعصرته بحطه بقلب الطنجرة، هيك بيسهل علي نزل اللبن على الكيس. هيدا اللبن المخلوط مع المي والملح بنزله على كيس اللبنة بهالطريقة. شايفين قديش سهل لحتى نزل كل الكمية. نزلنا كل كمية اللبن بكيس القماش كيس اللبنة. شايفين هلأ بجمع باب الكيس وبسكره بهيدي الربطة الموجودة بالكيس بهالشكل. هلأ صار عندي كيس اللبنة مسكر، بعلقه جنب المجلى بالتعليقة تبعه، بحط تحت منه وعاء كبير حتى كل المي تصفي بالوعاء، وبعد 3 ساعات بكون نزل كمية كبيرة من المي من كيس اللبنة
بنشوف الخطوة الثانية. هيك شكل كيس اللبنة، بس بدي أعلقه ببين. بحط تحته هيدا الجاط، كل المي بتنزل بأرض الجاط، ورح أتركه معلق 3 ساعات. هيدا كيس اللبنة هيك ببين بعد مرور 3 ساعات. شايفين الكمية نزلت من فوق لتحت، أكثر من 6 أكواب من المي، مية اللبنة نزل من الكيس. هلأ بفتح الكيس حتى حرك شوي اللبنة بقلب الكيس، بنفض القماشة مثل ما انتو شايفين. كل اللبنة اللي بتكون معلقة على الجوانب بتنزل، بجمعهم بزاوية زاوية الكيس. يعني اللبنة كانت موزعة على كل الكيس، هيك بدي اياها تنحصر بزاوية واحدة. وبرجع بضغط مثل ما انتو شايفين حتى نتخلص من كل المي اللي بتكون بعدها موجودة باللبنة. شايفين كيف بتبلش المي تنزل هلأ بسرعة؟ لأنه عم بضغط على الكيس، بشد على القماشة، برجع بربطه من أول وجديد. شايفين برجع بعلقه بمحل، ومنكمل كل النهار معلقينه. بتركه معلق حوالي 24 ساعة، يعني من أول ما نزلت اللبن على الكيس لحتى شوف آخر شي شو وضع اللبن، لازم يكون مرق 24 ساعة. هلأ رح علقه ومنشوف كيف سماكة اللبنة بعد مرور يوم كامل. هيدا كيس اللبنة بعد مرور 18 ساعة. شايفين صار عندي كمية أقل من اللبنة بالكيس. هلأ بقول إنه اللبنة صارت جاهزة للأكل، بشيلها من الكيس، بحطهم بتبروير، وبغطي التبروير وبتركهم بالبراد. بس أنا لأن بهالفيديو بدي فرجيكن على طريقة اللبنة المقرصة أو اللبنة المكعزلة، لهالسبب اللبنة بحاجة إنها تكون جامدة أكثر، يعني بعد فيها مي، بدي أتخلص من كل كمية المي الموجودة فيها. لهالسبب رح أفتح الكيس وحرك اللبنة شوي بقلب الكيس، وانقلهم من الزاوية اللي هن فيها على الزاوية التانية، وبرجع بشد الربطة وبعلق الكيس، وبترك اللبنة حتى تنشف لوقت أطول بعد، يعني مش أقل من يوم كامل مثل ما قلت لكم 24 ساعة. وبعد ال 24 ساعة بفتح الكيس وبشوف قديش سماكة اللبنة. هيدا كيس اللبنة بفتحه بشوف انه اللبنة صارت كتير منيحة جاهزة للأكل بهالمرحلة. هيدي الزاوية الفارغة رح انقل اللبنة عليها، لان هالشي بخلي اللبنة تتحرك والمي الموجودة فيها تنزل منها بطريقة اسرع. بضغط عليها وبحصرها بالزاوية. هالشكل شايفين هذه المي بتصير تطلع منها. دايما للبنة المكبوسة بالزيت او اللبنة المقرصة بحاجة نحنا للبنة جامدة، غير عن اللبنة اللي بناكلها، خصوصا اللبنة اللي بنشتريها من المحلات بتبقى كتير رخوة، انا ما بحبها. لهالسبب بحب حضر اللبنة بالبيت بهالطريقة. برجع بعلقها، بعلق كيس اللبنة لحتى بتخلص من كل كمية المي اللي بعدها موجودة.
راح شيل اللبنة من الكيس وببلش اقسمها حتى افلشها على صينية. هاي اللبنة جاهزة، هاي الصينية بحط عليها منشفة بيضة بستعملها بس للبنة، بحط محرمة المطبخ فوق المنشفة وبصير اقسم اللبنة هيك قطع عشوائيا. هلا يعني كل حبة هي الطابة، طابة اللبنة بنسميها قرص لبنة بهالشكل حتى خلص كل الكمية. وهيك قسمت كل كمية اللبنة، طلع عندي 35 قرص. وزن القرص الواحد 30 جرام. انا بحب زين، انتو مش ملزمين تزينوا، ممكن تكبروا او تصغروا حسب ما بتفضلوا. هلا بحط على وجههم كمان محرمة تانية من محارم المطبخ وبطوي المنشفة عليها، وهيك بتركهم بالصينية مغطيين مثل ما انتو شايفين هون لمدة يوم كامل. وهيدي اللبنة تنشفت بعد مرور يوم كامل 24 ساعة على المنشفة. قرصتهم كلهم او كعزلتهم. اول شي بجرب هيك اخلط اللبنة بايدي لانها بتكون ناشفة، بهالطريقة برخيها وبطريها شوي، وبعدين بشكل الطابة ببرمها بين الكفين الطريقة اللي انتو شايفينها حتى يصير عندي طابة من اللبنة. هيدا اسمه قرص لبنة. اخر حبة شايفين بدي رخيها شوي لانها بتكون ناشفة، باي طريقة، ممكن بكعب الكف، ممكن باصابيعنا، بنحركها للبنة حتى تطرى وتساعدنا بانه تطلع قرص مرتب بشكل الكرة. هلا خلصت كل الكمية، رح صفهم بالمرتبين ونزل عليهم زيت الزيتون. هيدا المرتبان اللي رح عبي فيه اللبنة، بحط شوية زيت زيتون بأسفل المرتبان ورح يساع 4 أقراص، يعني كل طبقة هاي رح تساع 4 أقراص. بصفهم حد بعضهم وبزيد زيت زيتون وبكمل حتى ينتلي كل المرتبان، وبرجع بعبي مرتبان تاني بنفس الحجم. هيدي الكمية بتعبي مرتبانين بهيدا الحجم. وهيدي اللبنة المقرصة صارت جاهزة بالمرتبين، من أطيب اللبنة اللي ممكن نحضرها. بس نتعود نحضر اللبنة بالبيت، ما منعود نحب نشتريها من المحلات. شو رأيكم بهالمنظر؟ بس بدنا رغيف خبز مرقوق. أخدوا 2 كوب من زيت الزيتون. بتمنى تجربوا هالطريقة وإن شاء الله تعجبكم.